ما حكم من يسب أو يتضجر من المرض؟ في دعاءه أسأل الله أن يجمعنا في مستقر رحمته. هذا خط صيام عند اليهود شكل، وعند النصارى شكل، وعندنا المسلمين شكل، وعند الصابئين شكل. يصوم نهارا فإذا أفطر ما عاد يستطيع يقف، مليان بطني يقول له لولده ليش يا أبو، يقول والله حبيت بطني يا ولدي. ما هو الترابط بين الصيام وقراءة القرآن؟ تجد عند غنمه الآن يشوف حاجة الأغنام إلى الماء وإلى العشب ما يرفع يديه، متى بيأمرهم بالاستسقاء؟ يا أخي استسقنت، القدر جاري جاري، لكن هل تحب أن تؤجر أو تحب أن يكتب عليك وزر؟ يعني بعض الناس اللي ما بالتوكل عندهم واضح، إذا مريض قال بنتوكل على الله، منا برايحين المستشفى صابرين، يا أخي خذ العلاج وتوكل على الله. مع المطلق نسافر بالقلوب.